المدرس المساعد حامد معن عامر، حاصل على الماجستير في آداب اللغة العربية جامعة بغداد. تخصصه الدقيق النحو والصرف. عمل محاضرا للنحو والصرف في كلية الآداب جامعة بغداد وللأدب الإعلامي في قسم الإعلام أنذاك وللعروض في كلية العلوم الإسلامية وللعربية العامة في كلية الإدارة كلية الإدارة والاقتصاد وكلية الطب وطب الأسنان للعربية العامة أيضا، وفي معاهد المعلمين والمعلمات للنحو وعلم اللغة وآداب الأطفال، وفي جامعة الإمام الصادق عليه السلام للمواد النحو والصرف للمراحل كافة والعروض والكتاب القديم للمرحلة الثانية وعلم اللغة للمرحلة الثالثة والنقد الأدبي والتطبيقي للمرحلة الرابعة. عمل مديرا لمعهد إعداد المعلمين منذ تأسيسه إلى غلقه في العام 2017. انتدب للمحاضرات في مديرية الإعداد والتدريب والتطوير التربوي لقرابة 35 دورة تطويرية للموظفين والمعلمين والمدرسين والمشرفين، وكذلك في المديريات العامة في وزارة التربية. تفضلوا أستاذي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وصلاته وسلامه على النبي الأكرم والرسول الأعظم محمد الطاهر الأمين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. إنه من عظيم شرفي أن أقف أمام هذه القامات العلمية في هذه المدينة العظيمة، في مدينة جبل العلم وشمس الدنيا والملهم العظيم أبي الأحراء، وإني لأقف بينكم أتضاءل حتى أكاد أتلاشى أمامكم، ولكن فرحتي بكم إن شاء الله تسعفني في أن أقول ما أقول. أولا الشكر الجزيل للعتبة العباسية المقدسة وكل العاملين بها، والشكر الجزيل لهذا الصرح العملاق جامعة العميد. ولعل ابتعادي عنكم في مجال التربية جعلني أعيش ومنأى عن البحث، ولكن إن شاء الله ملازمتي لأخوتي وزملائي بعض الأساتير ومنهم ممن شرفني بالدعوة وشرفني بحضوره أيضا، فلكم ولهم جزيل الشكر. البحث ليس بالتأريخي شيء من العلمية في الدراسات اللسانية الحديثة، لأننا نرى في أن للعراق مدرسة قائمة على أصولها قد لا يذكرها البعض، لكن الحقائق العلمية تثبت هذا إن شاء الله تعالى. ولكن قدحة من شمس أبي عبد الله الحسين أخذناها لتكون منبثقا لهذا البحث. فابتغاء اختصار الوقت فضلا عن سوء حالة الصحية، أشكرك جدا، سأقرأ موجزا إن شاء الله تعالى ولا أطيل عليكم. العنوان هو المسكوكة القرآنية المركبة. كلمة مسكوكة استعملت في علم اللغة أو في علم الدراسات الحديثة، وبعض الدراسات يعني في كلية التربية ابن رشد أطروحة المسكوكات النبوية. فنقص ما معنى المسكوكة؟ قسم من الباحثين المحدثين سماها
التكلس اللغوي وقسم سماها المتحجرات اللغوي، يعني عبارة تأخذ قالبا، فكأنها مثل، يعني نخاطب بها المفردة والمثنى والجمع والمؤنث والمذكر بنفس اللفظ، فكأنه مثل. مثلا، أو سأقرأ، دعوني أقرأ لأختصر. يروي الطبري في تاريخه محادثة جرت بين النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهل قريش حين فتح مكة، وهي طبعا الحادثة المشهورة: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: ما نظن إلا خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. هذه الآية الكريمة لو نرجع إلى القرآن الكريم، هي في سورة يوسف، وسياقها أن النبي يكلم إخوته، لكن رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم استعملها في هذا الموضع، هذا التعبير تقريبا اللي يسمى المشكوكة، وهو مدرسة عراقية استعمله الدكتور مشتاق عباس والدكتورة ناظمة كريم والدكتورة يسرى وكثير من الباحثين، والآن سجلت في ذي قار رسالة بهذا العنوان. أيضا يشترطون للمسكوكة ثلاثة شروط: الشيوع ووضوح الدلالة يعني البيان، والزمن حتى يتحقق الشرطان الأول والثاني، لكن في القرآن الكريم لا يشترطون الزمن، لأن القرآن أولا هو مذ وجد الإسلام وبين أيدينا، وحتى غير المسلمين مطلعون عليه ويعرفونه من هذا. وبمراجعة التراث اللغوي ولا سيما المعجمي منه، أنا للاختصار، تنعكس بعض المقولات النظرية المعجمية، سنلحظ أن الاستكشاف ممارسة تخاطبية قام بها المحدثون إلى الآتي. أنا أريد أوصل إلى اشترطوا أو وضعوا أو أوجدوا أو رسموا مبدئين: مبدأ جاهزية التداول، ويتحقق ذلك بمرور زمن كاف، وقلنا هذا القرآن الكريم لا يدخل في ضمن هذه العبارة. والمبدأ الثاني هو الدين. أنا أريد أصل إلى القصة المشهورة اللي تخص أبي الأحرار وكيف استعمله وشلون كانت النتيجة. روي عن الفرزدق، فرزدق الشاعر همام بن غالب، أنه قال: حججت بأمي في سنة 60، فبينما أنا أسوق بعيرها حتى دخلت الحرم، إذ لقيت الحسين عليه السلام خارجا من مكة معه أسيافه وأتراسه، فقلت: لمن هذا القطار؟ فقيل: للحسين بن علي عليهما السلام. فأتيته وسلمت عليه وقلت له: أعطاك الله سؤلك وأملك فيما تحب، بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله، ما أعجلك عن الحج؟ قال: لو لم أعجل لأخذت. ثم قال لي: من أنت؟ فقلت: امرؤ من العرب. هنا الفرزدق يقول: فلا والله ما فتشني عن أكثر من ذلك. طبعا هاي إشارة إلى علم أهل البيت سلام الله وصلاته. قال: ما سألني أنا، لا، قلت له الفرزدق، فقط قلت له امرؤ من العرب. سألني السؤال أو كلمني الحديث الثاني، يعني راح يوضح به أنه قال: أخبرني عن الناس خلفك. فقلت: الخبير سألت، قلوب الناس معك وأسيافهم عليك، والقضاء ينزل من السماء، والله يفعل ما يشاء. فقال: صدقت. استهنا القول للإمام أبي الأحرار صلوات الله وسلامه عليه. فقال: صدق، لله الأمر من قبل ومن بعد. هذه آية قرآنية.
وكل يوم هو في شأن. هذه آية من سورة أخرى. إن نزل القضاء بما نحب ونرضى فنحمد الله على نعمائه وهو المستعان على أداء الشكر. وإن حال القضاء دون ذلك أو دون الرجاء عفوا وإن حال الرواية نصا وإن حال القضاء دون الرجاء فلم يبعد من كان الحق نيته والتقوى سريرته. فقلت له هنا الفرز يجيب أجل بلغك الله ما تحب وكفاك ما تحذر. وسألته عن أشياء من نذور ومناسك فأخبرني بها وحرك راحلته وقال السلام عليك. هنا انتهت الرواية. هنا الخطاب للإمام سلام الله عليه. أولا الجزء الأول من الآية هو من سورة الروم الآية الأربعة، والجزء الثاني هو من سورة الرحمن الآية 29. هنا أقصد بالمركبة، يعني من جانبين تركب تكون مشكوكة واحدة. فالإمام أولا هو يعرف أنه هذا الفرزدق بدليل كلامه، ويعرف أنه ذو يعني مكانة في اللغة، ويعرف أنه شاعر والشاعر إعلامي. فهنا من استعمل هذه المسكوكة الإمام سلام الله عليه، أولا يريد أن يوضح له أن أهل البيت يعني ثقافتهم القرآنية لا تجارى، لأنهم هم القرآن وهم ترجمة القرآن في كل صغيرة وكبيرة من حياته. ولو رجعنا إلى خطبة الزهراء سلام الله عليها وخطبة زينب سلام الله عليها نفس الشيء، لكن نحن نبقى في أبي عبد الله الحسين اختصارا. فمن استعمل الفرزدق مسكوكة واحدة، الإمام استعمل مسكوكتين، يعني مسكوكة مركبة من مسكوكتين. أولا لا يستعطفه للنصر العسكري، وإنما هو منهج يرسمه سلام الله عليه لغيره مما يريد أن يقوم بثورة أو بتعبئة أو بتغيير. يستعمل الجانب الإعلامي، يعني جانب مهم، والفصاحة، لأن العرب أهل فصاحة والشعراء يؤثرون بهم. فأولاً أراد جذبه كونه شاعراً، وأراد إفحامه أن أهل البيت أقوى من سواهم باللغة، واثنين يرسم الطريق لنا من هذا الباب. أختصر ما بقى شيء. الكلام كثير لكن كأني أوصلت ما أريد أن أقوله من النتائج التي وصلت إليها. تعيد بحث فرضية أن النص القرآني حيوي متجدد ذو طبيعة قابلة لمواكبة الحياة وتطورها. اثنين أن يعني البحث يكشف عن منظومة دلالية بدراسة حديثة أسس لها مثقفون وباحثون في العراق حصرا. إثبات أن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم كجدهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أمر البيان والبلاغة والإمكانية في استحقاق هذه العصمة. لا أريد أن أزيد أكثر من هذا. سلام على أبي الأحرار، وسلام على معنى الوفاء أبي الفضل العباس، وسلام على من استشهد بين أيديهم، وسلام على من استشهد في طريقهم طريق محمد وآل محمد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأستنيحكم العذر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.